انا مستعد اختك للشيخ الطيب واعرفك عليه. الشيخ الطيب ده يقدر يحل مشاكلنا؟ يقدر يعمل ايه للناس دول؟ احنا محتاجين لكتب اكتر، لمكان اكتر، لفلوس اكتر. الشيخ الطيب ما يقدرش يعمل حاجه ليا ولا ليك ولا لاي حد. انت اتجننتي يا ناديه؟ انا ما اتجننتش ولا حاجه. العالم هو اللي اتقدم في العلم وفي كل حاجه، كل حاجه اتغيرت وانت لسه واقف مطرحك. حتى ده اتغير. ده مش قمر يا احمد، ما بقاش قمر زي ما كنا فاكرين. ده بقى شويه صخر الامريكان داسوا عليه والروس داسوا عليه واحنا بكره هندوس عليه. انت مجنونه كفه. دي حقيقه يا احمد مش كفر. انت اللي مش عايز تشوفها. شوفها يا احمد، شوفها عشان تريحنا وتريح نفسك. ريحنا وريح نفسك. هو دخل في بدايه خط الفلسفه، ولو دخل في الفلسفه وقرا كتير فيها عقله هيتعب. التعليم الحقيقي هيطلع شخصية صعب السيطرة عليها. معه كلامي أنا بس. حرية ليست بهذا الأسلوب. نحن أديان تؤمن بالعلم ونستقيم حب العلم. نحن أديان تؤمن بالعلم والسلاطين الإسلاميين. نحن الرئيس الأفضل اتمنى ان انا اكون انا جاوبت كده على السؤال. لو استاذ احمد جه صوت يديني السؤال التاني او لو في ريبورت. ايوه